مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. وضعت الدولة خطة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات. اهتمت وزارة النقل برفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها. عملت وزارة النقل على تحسين اتصال الموانئ بالمدن الصناعية. العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية. اهتمت وزارة النقل بإضافة طاقات استيعابية متطورة للموانئ. تنفيذ البنية التحتية المتطورة للموانئ على مستوى عالمي. إنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجستي. العمل على خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة. ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة.